نانسي بيلوسي تصل إلى تايوان رغم تحذيرات بكين. الصين تهدد بشن عمليات عسكرية ردا على الزيارة. أسرار تكشف لأول مرة حول اغتيال أيمن الظواهري. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. رغم التحذيرات الصينية من هذه الزيارة، وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي. وفي أول تصريح لها من العاصمة تايبي، تعهدت بيلوسي بدعم الولايات المتحدة لتايوان، مؤكدة أن الدعم الأمريكي للشعب التايواني أكبر من أي وقت مضى. فيما ترى بكين أن زيارة مسؤول أمريكي بارز إلى هذه الجزيرة تحمل اعترافا ضمنيا من واشنطن باستقلالية تايوان التي تعدها الصين جزءا أساسيا من أراضيها. وفي أول تعليق على زيارة بيلوسي، أدانت بكين الخطوة الأمريكية ووصفتها بالبلطجة. فيما أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الجيش سيشن عمليات عسكرية ردا على هذه الزيارة. وفي سلسلة تصريحات عاجلة، اعتبرت الخارجية الصينية أن الأمريكيين يلعبون بالنار في قضية تايوان، مؤكدة أن بكين لن ترضخ أبدا لمثل هذه التحركات. وشددت بكين على أن النهاية لن تكون جيدة للأمريكيين، فيما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن بكين ستنفذ مناورات بالذخيرة الحية في 6 مناطق حول تايوان تزامنا مع هذه الزيارة. ووسط التوتر المتصاعد بين الصين وأمريكا، كان الكرملين حذر الولايات المتحدة قبيل زيارة بيلوسي من أن الزيارة ستضع واشنطن في مسار تصادمي مع بكين وتثير توترات في المنطقة. الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد في تصريحات دعم موسكو لمبدأ الصين الواحدة ورفضها استقلال تايوان، مشيرا إلى أن كل ما يتعلق بهذه الجولة والزيارة المحتملة لتايوان استفزازي تماما. وكانت الخارجية الصينية أعلنت أن بكين سترد بحزم إذا زارت بيلوسي تايبي، مشيرة إلى أن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي. ضجت وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بخبر مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بضربة أمريكية في أفغانستان، وهو ما أثار تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه العملية. مسؤول بارز في إدارة بايدن أوضح لشبكة CNN أن العملية تمت عبر جهود سرية ومراقبة شديدة الحذر استمرت لسنوات، مشيرا إلى أن الاستخبارات الأمريكية توصلت إلى أن الظواهري يعيش في حي مترف بكابل. وأضاف أن الاستخبارات تمكنت أولا من تحديد أن زوجة الظواهري وابنته وأطفالها يعيشون في المبنى، ومن ثم تم رصده وهو يتجول على شرفة في المبنى ذاته، وهي الشرفة التي تم استهدافه عبرها الأحد الماضي. وفي خبرنا الأخير، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن إصابة جو بايدن مرة ثانية بفيروس كورونا تم تشخيصها بشكل خاطئ من قبل أطبائه. ترامب كتب على حسابه في موقع تروث سوشيال إن بايدن مصاب بالخرف بدلا من كوفيد-19، لكنه يتعافى بسعادة على حد قوله. في المقابل، أوضح طبيب الرئيس الأمريكي أن حالة بايدن سبق أن سجلت لدى عدد من المرضى الذين يعالجون بعقار باكسولافيد، حيث يتخلصون من الفيروس لكن بنتيجة اختبارهم تبقى إيجابية حتى بعد العلاج.